منى السويدي، اسم علينا أن نتذكره كثيراً. فتاة انطلقت موهبتها من الصحراء لتلامس الجليد وتتعلق بالتزلج ولعبة الهوكي الجليدية. كيف لهذه المفارقة أن نتحدث؟ دعونا نتعرف على ذلك لكن بعد هذا التقرير. رياضة شتوية تتطلب مساحة من الجليد، إنها رياضة الهوكي التي انطلقت بالقرن 19 في كندا، ثم انتشرت وأصبحت رياضة شعبية في الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية، فصار لها عشاقها وجمهورها. وليس بالغريب انتشارها في البلدان التي تشهد فصولا شديدة البرودة وجليدية، ولكن الغريب في الأمر هو رواجها في دول الخليج المتعارف عنها بطقسها الحار. دولة الإمارات مثال على ذلك، فهي تشهد نهضة في هذه اللعبة التي بدأت تنتشر بين الفتيات ويعتبرونها تحديا لهم. فتم إنشاء منتخب للسيدات يمثل الدولة في منافسات هوكي الجليد الدولية ويحقق العديد من الإنجازات. يسعدني أن أرحب بضيفتي لهذا المساء منى السويدي، لاعبة منتخب الإمارات لهوكي الجليد. طبعا نرحب بك معنا في برنامج رياضة المرأة. أشكركم على هالاستضافة وأنا سعيدة بتواجدي اليوم معاكم. طبعا منى، كيف كانت بدايتك مع هاي اللعبة؟ أولا صراحة اللعبة كانت جدا صعبة يوم دخلت سنة 2017. وجودي مع فريق من البنات وكيف شفتهم يحبون هاللعبة خلاني أتحمس وأكمل أني أنا أتمرن، أشارك في البطولات والمعسكرات اللي توفرها النادي. أكيد الكل يوم يشاهد